الحقيقة النهاردة كان في جلسة مهمة في البرلمان لمناقشة مشروع قانون قدم من أيام يمكن، وكان بيلبي مطالب كتير لمصريين كتير ويتعلق بسوق عانى في الفترة الأخيرة من ركود كبير، وهو سوق السيارات. الاقتراح اللي كان مقدم أو مشروع القانون اللي كان مقدم وتمت النهاردة الموافقة عليه بشكل نهائي هو مشروع قانون لإعفاء المصريين في الخارج من الجمارك على سياراتهم، والقدرة على يعني إن هم ينزلوا هذه السيارات مقابل وديعة دولارية لمدة 5 سنوات بياخدوها بعد كده بعد نهاية الفترة، ولكن من غير طبعا عوائد، ويقدروا من خلالها ينزلوا العربيات بتاعتهم العاملين في الخارج المصريين للبلد. الفكرة طبعا انه القانون دوت ضرب كذا عصفور بحجر واحد زي ما بيقولوا في الامثال. يعني من ناحية اول حاجة في اراء كتير بتقول ان هو هيحل مسألة حالة الركود الموجودة في سوق السيارات. احنا عارفين بقى لنا فترة طويلة الفكرة استيراد السيارات أمر مش سهل، في أوفر برايس وأسعار مبالغ فيها على السيارات اللي موجودة واللي أصلا مش موجودة بالحجز والقصة دي، وبقى في تراجع كبير جدا في الاستيراد العربيات بنسبة يمكن 50% وتراجع في الشراء، وبقى سوق مرتبك جدا. القرارات النهاردة الخاصة بالمشروع دوت تزامنت مع الموافقة على مشروع قانون آخر، وهو مشروع يعني إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات. تطورين الحقيقة مهمين في نفس الوقت، وزي ما قلنا القانون الأول هيضرب كذا عصفور بحجر واحد. من ناحية هيحل المشكلة الموجودة في سوق السيارات، هيساعد المصريين بالخارج ان هم يبقى عندهم نوع من انواع التسهيلات ويقدروا ينزلوا عربياتهم، واحنا عارفين وكنا بنتكلم بقالنا فترة ان المصريين بالخارج بيوفروا جزء مهم جدا من العملة الصعبة لمصر. العصفور الثالث زي ما بنقول هو فكرة ادخال المزيد من العملة الصعبة. النهاردة لو انت كل واحد هينزل عربيته هيحطها مقابل وديعة دولارية لمدة 5 سنين، امر يعني بالتأكيد هيعمل انفراجة مهمة في مسألة توفر العملة الصعبة. تعالوا نفهم أكتر تبعات هذا القرار ونتائجه المباشرة على السوق في الداخل وفي الخارج من الأستاذ محمود خيري خبير أسواق السيارات. مساء الخير، أهلا وسهلا يا أستاذ محمود. مساء النور فندم، أهلا بك. الأول عايز أعرف من حضرتك، بما أنه تم النهاردة الموافقة على المشروع القانون بشكل نهائي، النتائج المباشرة على سوق السيارات إيه؟ النتائج المباشرة من السوق في الوقت الحالي وعلى الشورت تيرم أو على المدى القصير يعني هيتأثر تأثر جامد جدا جدا، وقد يتوقف معظم المصريين عن الشراء للتفكير. هو يجيب عربيته من بره لو هو مغترب، او ينتظر مثلا اخوه لو هو مغترب يجيب العربيه من بره وهو يستفيد. يعني المصريين هيتداولوا القصه دي فيما بينهم، فسيتوقف السوق المصري، وده هيساهم شويه في انخفاض الظاهره القميئه اللي هي الاوفر برايس اللي هي المستحدثه على اسواقنا بقى لها بتاع 10 سنين مثلا ومش عارفين نتخلص منها للاسف، ووصلت لمراحل مستفزه جدا. يعني النهاردة اللي بيفكر أو اللي محتاج يشتري عربية وبقاله يمكن من شهر واحد الأزمة دي يعني تفاقمت شوية وازدادت فكرة الأوفر برايس والأسعار، اللي النهاردة عايز يشتري عربية ومحتاج عربية يستنى بقى، صح كده؟ طبعا يستنى فندم، لان لاول مره في امكانيه او فرصه لان يوازي العرض والطلب ويبقى في بالانس ما بين الاثنين، لان المعروض اللي هيبقى جاي من الخليج هيوازي المعروض اللي جاي هنا موجود من مصر، بل وبالعكس هيتخطاه، لان في ازمه دلوقتي في المعروض، وهو ده اللي بيتعلل بيه او بيتحكم بيه الموزعين والتوكيلات والتجار، ان العربيات استيرادها توقف وان المعروض قليل وان وان وان. لكن القرار ده انت بالحته دي شايفها حجه يعني؟ طبعا حجه، طبعا هقول لحضرتك ليه حجه. هو فيها جزء من الصح وفيها جزء من الصواب، لكن هم بيتحايلوا عليه. يعني في 4 توكيلات شهيره دلوقتي بتطلب من المصريين ان هم يوردوا سعر العربيه بالدولار وبتدخلها استيراد شخصي، فالعربيات دي موجوده في المنطقه الحره، وبنلاقي العربيات دي موجوده وهي دي العربيات اللي ظهرت عند الموزعين الفتره اللي فاتت، فهم لهم طرقهم للتحايل على ده. يعني العربيات اللي موجوده في المينا في المنطقه الحره بيدخلوها استيراد شخصي، يعني عندهم اساليبهم. ورغم ذلك كان مرتفع جدا الاوفر برايس على العربيه، وتلاقي العربيه الواحده زادت يعني 100,000 و200,000. لا 100,000 ايه يا فندم، في عربيه الاوفر برايس بتاعها 570,000 جنيه، عربيه متوسطه، سياره كوريه متوسطه سعرها كله على بعضه 700,000 جنيه، الاوفر برايس بتاعها 560,000 جنيه. 560,000 اوفر برايس ليه؟ العربيه بكام وهتبقى سعرها بعد كده بكام؟ يعني مثلا هي 755,000، فهي هتتضخم سعريا اكتر من كده ايه. فطبعا لما مصري يجي من الخليج ومعاه نفس العربيه، حتى لو كان هيتاجر
يتاجر وهيبيعها، انا ما عنديش مشكله على فكره. انا يعني انا مش مع قرار انه يتعمل حظر على المصانع. طب انا هكلمك في حته انه يعني فكره انه يتاجر فيها ولا لا دي دلوقتي، بس عايز افهم منك برضو العربيه مثلا اللي بنتكلم عليها اللي زادت 500,000 وكذا، دي ممكن سعرها ينزل قد ايه بعد القرار ده ولما الامور تتحرك شويه؟ انا ما يعنينيش خالص ان سعرها الرسمي اللي هو 755,000 جنيه مثلا ينزل، يعني انا ما عنديش مشكله مع سعرها الرسمي. هناك طبعا مشاكل حدثت، وهناك تحرك في سعر العمله، وهناك ازمات اقتصاديه، فكان لازم سعرها يرتفع مثلا من 600,000 ل 755,000، هذا منطقي. تزيد 150 منطقي، ما عنديش مشكله مع ده. لكن انا اللي عايزه ينزل الاوفر برايس اللي وصلها المليون 300 واللي وصلها المليون 200، فطبعا الاوفر برايس هيتاثر. ليه؟ لان المعروض هيقطع. ما بقاش دلوقتي التاجر اللي بيعرض لوحده يقول ما عنديش غير العربيه دي او ال10 عربيات دول في المعرض، لا، هيجي له من الخليج ومن اوروبا ومن امريكا نفس العربيه نازل بيها مقتربين، والمعروض سيصبح 200 300 عربيه في السوق بدل 5 6 عربيات. حضرتك فاهماني؟ فده هيأثر على الاوفر برايس. لما تتحرك كده يبقى في عندنا على الاقل اوبشنز او يعني اختيارات متعدده، ما تبقاش الوضع الواقف دوت المجمد. طبعا وكثره المعروض مع بالانس مع الطلب هيعمل طبعا انخفاض سعري في اسعار الاوفر برايس. ما حدش وعد الناس وقال لهم العربيات هترجع زي زمان، لكن نتمنى ان تزول ظاهره الاوفر برايس، هذا هو المطلوب. طيب اجي لك بقى في الحته الثانيه اللي كنا بنتكلم فيها واللي برضو دلوقتي مهم ان احنا نفكر، هل القرار دوت ممكن يتم استغلاله، او هل مشروع القانون دوت ممكن برضو يفتح المجال مثلا للتجار ان هم يبعتوا برضو كل واحد عنده حد قريبه وعنده حد صاحبه يبعت يجيب له كام عربيه وبرضو يرفع اسعارها؟ هل احنا ممكن نخش في الدايره دي تاني؟ هو مش ممكن، ده اكيد هيحصل. انا عشان اكون منطقي، انا واقعي وبحب دايما اتكلم بواقعيه وما بحبش امني الناس بحاجه لا، انت هيحدث. لكن ما مدى تاثير هذا؟ يعني لو افترضنا ان المصري المغترب نفسه قرر انه يجيب عربيه لنفسه ولزوجته ولابنه اللي تجاوز 16 سنه ونزل بثلاث عربيات، والتاجر ايضا بحث عن مصري مغترب بره واشترى منه عربيه او اتفق معاه انه هيشتري عربيه، انا ما عنديش مشكله خالص. لكن المشكله الحقيقيه كانت في ان المعروض يتواجد. وايه يعني ما يتاجروا؟ ما فيش قانون دستوريا لا يمكن منعه من التجاره دي، او لا يمكن منع المصري المغترب اللي دفع كامل قيمه العربيه وحط وديعه 5 سنين انه ينزل يبيع العربيه دي او يتاجر فيها. ما عنديش مشكلة خالص مع انه ينزل يبيعها، لكن عندي مشكلة في قلة المعروض. هل ده مش هيعمل وفرة معروض؟ هيعمل وفرة معروض. طب الوفرة دي ممكن تزيد قوي تبقى أكتر من الطلب فيحصل مشكلة، ولا ده سيناريو بعيد؟ بالعكس، ده الوفرة لو زادت وبقت أكتر من الطلب هيحصل سيناريو ممتاز جدا، وقد نرى انخفاض في الأسعار الرسمية كمان. الأسعار تنزل جامد. ده في مصلحة الأسواق، ودائما هي نظرية هي نظرية اقتصادية دائما وأبدا. يعني أن كلما زاد المعروض وقل الطلب انخفض الأسعار، هذا هو المنطقي. طيب نصيحتك بقى الأخيرة لأي دلوقتي واحد بيتفرج علينا، لأي مواطن مصري اللي عايز يشتري يعمل إيه، واللي عنده عربية وعايز يبيعها برضو يتصرف إزاي؟ اللي عايز يشتري طبعا ينتظر تبعات القرار. نحن ما زلنا في اول ايام القرار واول ايام الموافقه على القرار، ولكن في زخم شديد جدا جدا، وهناك محاولات لتخفيض الاوفر برايس، ويعني وهلع وخوف من التجار اللي عندهم عربيات، فانتظر ان القرار ده يؤثر. اللي عايز يشتري ينتظر يشوف تبعات القرار ايه خلال شهرين ثلاثه، ويغتنم اي فرصه لما الاوفر برايس ينزل من على سعر اي عربيه ويشتريها. واللي عنده عربيه مستعمله وعايز يبيعها، اللي عنده عربيه مستعمله وعايز يبيعها، ما اعتقدش ان الان الوقت المناسب للاسعار الخزعبليه اللي كنا بنسمعها من شهر ومن شهرين، فاعتقد انه لازم يركن للعقل، او بقى ينتظر ان القصه دي تعدي، ويا اما تعدي بسلام عليه لو هو عايز يبيع عربيته غاليه يعني، او يا اما يبقى المعروض زي ما قلنا اكتر من المطلوب وتظل الاسعار منطقيه. خلاص ما اعتقدش ان على القريب في القريب العاجل هناك خزعبلات سنراها في الاسعار تاني. على الاقل يعني خلال الاربع شهور الجايين نكون قضينا على ظاهره الاوفر برايس بالتحرك. ان شاء الله. قضينا عليها، وقضينا عليها بجزء كبير جدا، لكن الناس تصمد وتصبر. ده قرار قرار مش قليل. احنا لو قلنا ان ال 12 مليون مصري المغترب في الخارج استفاد منهم 5% فقط، حضرتك احنا بنتكلم على 600 او 700,000 بني ادم. لو قلنا استفاد منهم 1%، احنا بنتكلم برضه على رقم كبير يوازي حجم السوق المصري كله. فدول قادرين يوازنوا العرض والطلب. طيب بشكرك طبعا، شكرا جزيلا استاذ محمود خيري خبير اسواق السيارات، شكرا جزيلا.